حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه صعق